السلام عليكم مشاهدي قناة أصوات، أهلا بكم. نتواجد الآن بإقليم مديونة وبالضبط بجماعة مجاطية ولا الطالب. كما تلاحظون الآن سيتم إتلاف مجموعة من المحجوزات تمثلت في الكمامات التي تم صنعها بطريقة غير شرعية وهي غير خاضعة لشروط السلامة الصحية، والنرجلات أو ما يسمى بالشيشة تم ضبطها بعد أن قامت المصالح الأمنية والسلطات المحلية بالدار البيضاء بمداهمة عدة مقاهي كانت تتاجر في هذه الأخيرة. ويجدر بنا الإشارة إلى أن حشوة الشيشة يتم مزجها أحيانا بمخدر المعجون أو مسحوق أقراص الهلوسة وغيرها من السموم البيضاء، وهذا ما يجعلها خطيرة. وتم حجز كذلك مجموعة من الأكياس البلاستيكية المضرة بالبيئة ومن هذا المنبر نشكر جميع المصالح الأمنية من درك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة والسلطات المحلية على مجهوداتهم الجبارة في مكافحة ومواجهة وإجبار عمليات إشجار الممنوعات. الآن تتم عملية حرق هذه المحجوزات. تتم عملية الحرق هذه تحت إشراف النيابة العامة دار البيضاء وبحضور السلطات المحلية بتراب جماعة المجاطية ولا الطالب. وجاءت هذه العملية في إطار المجهودات التي تقوم بها المصالح المختصة لمحاربة وجزر المخالفين الذين يتلاعبون بصحة وسلامة المواطن المغربي. وقبل مغادرة السلطات المحلية لهذا المكان سيتم التأكد من إتلاف وحرق جميع المحجوزات بما فيهم الكمامات والنرجلات والأكياس البلاستيكية. تتم الآن عملية طمر المحجوزات، وذلك من أجل التأكد من عملية الإتلاف. على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.